طبعا اولا هم الحافز والدافع والدوافع اللي موجوده في لعيبه النهارده مختلف كليا وجزئيا عن الدوافع بتاعه اللعيبه اللي كانت موجوده قبل كده، او مختلف بشكل كبير بقى شنو كليا. نمره واحد ان هم عايزين يبينوا، انت عارف انت ايام ما كنا بنلعب ان التيم اللي يلعب الشوط الاولاني والتيم اللي يلعب الشوط الثاني، فالتيم اللي بيلعب الشوط الاولاني بيبقى خارج كسبان 2-3، فالتيم اللي بيجي ينزل الشوط الثاني عايز يكمل على ال 2-3 دول او يحافظ عليهم علشان ما يتقالش ان هو سبب في انه دخل فيه جول وخسر وعمل وسوى، مش كده؟ فبتبقى الدوافع هنا ان انت بتحافظ على اللي عمله زميلك، دي نمره واحد. نمره اتنين عايز تظهر شخصيتك، عايز تظهر قيمتك عشان تتواجد في التيم، عشان يبقى ليك فرصه في التقييم النهائي بعد السيزون، تبقى موجود في التقييم او في محطوط في البلان بتاع الجهاز الفني. الكم بتاع اللعيبه الناشئين اللي شفناهم النهارده او الشباب كم لا باس به، مش عدد مش قليل، وظهر منهم في منهم اللي ظهر بصوره بشخصيه جيده يستطيع ان هو يتبني عليه ويبقى مشروع للنادي، وفي ناس باين ان هم لسه قدامهم شويه بقى بالرغم من ان الفتره اللي خدوها ما كانتش كافيه. يعني النهارده مين يا كابتن شايف بوجوده الحقيقه؟ هل يعني بدايه من مصطفى مخلوف مثلا ثم كريم الدبيس النهارده ابو الخير؟ ابو الخير مصطفى مخلوف باين ان هو خامه كويسه، انما ناقصه حاجات باين فيها، باين ان في طلوعه النهارده الطلوع بتاعه في التوقيت بتاعه مش مظبوط، ده اتجول جول بس ولا في لا تاني. وفي محمد عبد الله ده لعيب كويس جدا. لا انا قصدي في طلوع هو طلوع بس ولا كان في كذا واحده؟ لا هو التوقيت بتاع الخروج بتاعه هو اللي عايز يتصلح شويه، ودي تتصلح عادي جدا، وممكن تبقى نتيجه انه اول ماتش بيلعب مع الدوري في الدوري الممتاز مع التيم اول مره نشوفه الحقيقه. بالظبط دي برضو بتبقى نعمل حساب مع الوضع في اعتبار انه قبل الخروج اللي حصل منه او الاخطاء اللي حصلت كان ماشي بشكل ثابت وعنده شخصيه، باين ان عنده شخصيه بيلعب اولا الشكل بتاع جسمه الفورم بتاع جسمه جول كيبر. نمره اتنين بيلعب رجليه كويس جدا، ده بان في اكتر من موقف. نمره ثلاثة خروجه او التغطيه بقى، مش خروجه في الكور العاليه، التغطيه ورا خط الظهر بتاعه التوقيت بتاعه ممتاز جدا. تمام. الخطا اللي ظهر عنده النهارده هو الخروج في الكور العاليه في الكور اللي جاي عنده يعني طويل، محتاجه تظبيطه صح، عايزه محتاجه شويه تظبيطه، ده بيجي عادي جدا 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 وده لسه صغير وقدامه مستقبل كبير. تمام. انما بيدي صوره او بيدي فكره ان السنه الجايه النادي الاهلي عنده اجوال، ما عندوش مشكله في المركز بتاع حراسه المرمى، حمزه علاء، مصطفى شوبير، الزنفولي، وطبعا الشناوي بالتواجد بتاعه. الحاجه الثانيه كده كابتن، انا هرجع للسؤال اللي سالته كابتن علاء ابراهيم الحقيقه. انت عندك دلوقتي اهو بتشوف واحد بعيد خالص، شاب صغير جدا كمان يعني اصغر كمان من حمزه علاء، فالشناوي في التوقيت ده والعروض اللي جايه له النادي الاهلي وافق عليها ولا لا؟ انا يعني نرجع شويه كده استوديوهين ثلاثه او اكتر من كده شويه. انا قلت ان الشناوي السنه الجايه المفروض يعني انا استفيد منه بخروجه السنه دي بفلوس. طبعا استفيد. ليه؟ لانه هو هيستفاد هو هيستفاد والنادي هيستفاد، وانا شايف ان تواجد الشناوي في الفتره اللي جايه مش هيفيد النادي الاهلي فنيا كتير. دي وجهه نظري الشخصيه، لانه عنده ديفوهات كتيره جدا في اللعب برجليه، والنادي الاهلي بيتطور من سنه للتانيه في طريقه البيلد اب بتاعنا او في الشكل بتاع البنى الهجومي بتاعنا. الهجوم المنظم. فالشناوي مش مساعد الفرقه في القصه دي السنه دي، وظاهر جدا ان عنده دفعات في الموضوع ده. يعني لما نيجي في ماتش من الماتشات ويحصل فيه فقدان للكره اثناء البنى الهجومي للنادي الاهلي،
لما نحصل الفقدان الكرة ده نيجي نعد ونعمل حساب العدد يبقى 15 16 مره ونلاقي منهم 7 8 مرات من محمد الشناوي ده كتير جدا. تمام. فده مش هيساعد النادي الاهلي. اوكي. انما فنيا طبعا هو جول كويس لسه بعد العمليه او بعد رجوعه من الاصابه مش هو مش لسه ما مش ما رجعش الفورمة بتاعته زي ما قبل الاصابه. تمام. انما دي مش قلقاني انا كل اللي قلقني ان عنده ديفوهات في اللعب برجل. فانت فكره لو جر العرض المناسب انا 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 مش شايف ان النادي الاهلي عنده مشكله. وبعدين مهما اتكلمنا عشان نقول الخبرات مش هتيجي غير بالممارسه. ده بالنسبه للحراس التانيين قصدك كابتن. عمرها ما هتيجي غير بالممارسه. فلو انت قعدت